مرحبا أصدقائي، رجعنا لكم اليوم بوصفة سورية حلوة، الوربات بالقشطة والفستق. وصفة جدا جدا حلوة ولذيذة وسهلة بنفس الوقت. راح نسوي وياكم اليوم مثل ما قلنا الوربات، راح نسويها بالقشطة. احنا هنا انا محضرة القشطة مثل كل مرة، من احضرها واخليها بالثلاجة، موجودة مقاديرها وطريقة عملها في الرابط تحت الفيديو هسه تشوفوا. طبعا نحتاج القليل من الفستق الأخضر للتزيين، ونحتاج سمنة، تكون سمنة عربية، يفضل أن تكون يعني من هاي اللي بيها نكهة تنطي الحلو العربي نكهة حلوة. نحتاج القليل من ماء الزهر، نحتاج هنا قطر أو شيرة، أنا مسويته يعني من مدة وحافظته بالعلب. طبعا اكيد راح نحتاج عجينة البقلاوة او رقائق عجينة البقلاوة، هاي المتبقي من اللي استعملته بفيديو سابق بعمل بريوات اللوز. راح بعض الناس يقولوا لي ما عندنا فستق اخضر، شلون شنو نبدل بيه؟ راح انطيكم البديل للفستق الاخضر، هو الفول السوداني او فول الفستق عبيد احنا نسميه بالعراق. راح ممكن نستعمله بديل عن الفستق الاخضر، وذلك بتلوينه بلون اخضر فينطي نفس النتيجة. طبعا اصدقائي ممكن ايضا نعملها حشوات، ممكن ان يكون حشوة بالفستق الاخضر، وممكن تكون حشوة بفستق العبيد، وايضا حشوة بال القشطة. خلونا هسه نشوف طريقة العمل. طبعا هاي عجينة البقلاوة بعد ما فتحناها فردناها، راح نقطعها على شكل مربعات او شكل معيني. لازم تكون هاي القطع يفضل ان تكون يعني متساوية، فراح نستعمل المسطرة بالتقطيع، راح نحدد قياساتها ونقطعها. طبعا ايضا لابد ان تستعملوا سكين شوية حاد او سكين من هذا المنشار الناعم حتى تقطعون به. بهذا الشكل راح نحدد يعني هنا مثلا هاي المسطرة قياساتها 10، فراح نسويها مثلا هنا راح احدها على رقم 70، يعني 7 سنتيمتر القياس، وكلها راح اسويها هالشكل بالطول، واقطعها بالطول على عرض 70 ملليمتر، يعني 7 سنتيمتر، العفو 7 سنتيمتر. بهذا الشكل قطعناها بالكامل اصدقائي على شكل مربعات، كل مربع قياسه 7 سنتيمتر الاضلاع مالته. هسه راح ناخذ كل مجموعه هي ومجموعتها بهذا الشكل، ما راح يعني نفتحن الورقات عن بعض، راح يظلون يعني طبقات مثل ما هي. هنا لما عندكم هالشكل بالسكينة يفضل تقطعوها حتى لا تتخربط. هالشكل ناخذها طبقات مثل ما هي هالشكل، نرتبها وبعدين نطويها بهذا الشكل بالنص بهذا الشكل، ومثل ما هي نصفها بالصينية اللي راح ندخلها بها للفرن. بهاي الطريقة راح أكمل كل الوربات اللي عندي بنفس الطريقة، أو كل عجينة البقلاوة اللي عندي بنفس الطريقة. راح أخذ المجموعة بهذا الشكل، أطبقها بهذا الشكل على شكل مثلث، اضبطها واحطها بالصينية بهذا الشكل اللي راح ادخلها بيها للفرن، اكملها وارجع لكم. بعد ما كملنا الوربات تقطيعهن ترتيبهم بالصينية بهذا الشكل، هسه احنا هنا سيحنا السمنة بهذا الشكل، سيحناها، وهسه راح نسقيهم بالسمنة بهذا الشكل، يعني خلي ياخذون كمية كبيرة من السمنة، ما مشكلة الزيادة بعدين احنا راح نشخله او نصفي من الصينية اذا كان يعني في زيادة. بهذا الشكل راح
اسقيهم بالكامل وارجع لكم. طبعا هنا انا راح اجهز الفرن ايضا بنفس الوقت على درجة حرارة 170 درجة مئوية، وبس اكمل تسقيتها راح ادخلها للفرن. اذا فرنكم يعني اول مرة من جوة، حطوا الصينية يستوي ظهر الوربة وبعدين او ظهر البقلاوة، وبعدين ارجعوا صعدوها الى الاعلى حتى تستوي من الاعلى ايضا. هسه راح ادخلها للفرن وارجع لكم بعد ما تستوي. طبعا مثل ما تشوفون هنا بمحضرة الطعام حطيت كمية من الفول السوداني، تقريبا حطيت كوب، وراح اطحنه انعمه وارجع لكم. ما طحناه او هالشكل نعمناه، مو كلش نعمناه يعني بشوية خشونة، هسه راح اضيف له القليل من اللون الاخضر شوية، وراح اضيف له القليل من القطر، القليل من القطر، وراح اضيف له ايضا القليل من ماء الورد. هسه هاي المكونات ثلاثتها، القطر والمي الورد والفول السوداني واللون الاخضر هالشكل. هسه هنا مثل ما قلنا نخلط هاي كل المكونات حتى ينطيني يعني الفول السوداني اللي هو شبيه الفستق الاخضر، ونقدر هذا نستعمله للحشو لان حطينا بالقطر والماء الزهر، ينطي حشوة كلش حلوة ولونها حلو وشكلها وطعمها. طبعا الفول السوداني هم طعمه حلو وهم به فوائد كثيرة، وبهذا الشكل كملناه. وشوفوا الفرق، هسه هذا فستق اخضر وهذا الفول السوداني، يعني اذا ما انا اقول لكم يبين ما يبين. هذا الشكل سوينا بديل الفستق الاخضر. هسه صار عندنا الحشوه الاولى اللي هي القشطه، والحشوه الثانيه راح نحشي بها هذا الفول السوداني، وعندي هذا الفستق الاخضر للزينه، وراح نحطهن او راح نشوف شلون نسويهن. وهذا شكل الوربات اصدقائي بعد ما طلعناهم من الفرن. هذا شكلهم، شوفوا لونهم شلون تحمص وصار كلش حلو. هسه راح اخلي عليهم حتى ما بيهم يعني ما طلع هواي من عندهم سمن امتصوا، وكل كمية السمن اللي حطيتها راح اسقيهم بالقطر وهم حارين حتى شوية حتى ما يتكسرون، واحنا نفتحهم ونحشيهم شوية يصير بهم ليونة او تلتصق الطبقات على بعضها. هسه هنا اصدقائي راح نحشيها، شوفوا شلون نفتحها بالسكين بهذا الشكل، بس ندخل حافة السكين بها تنفتح. طبعا لازم نتركها شوية تبرد حتى نقدر نمسكها بايدنا بعد ما حطينا لها القطر. هنا راح نحشيها بحشوة الفستق العبيد او الفول السوداني اللي حطينا له اللون والقطر والماء الزهر. هنا راح احشي مرة ثانية، شوفوا بس ادخل السكين بالطرف تنفتح بكل بساطة، كلش سهلة. وبهذا الشكل اكملها. هسه راح احشيها هاي بالقشطة، القشطة مثل ما قلت لكم انا سويتها في احد الفيديوهات موجودة، هي قشطة الحلويات العربية، ان شاء الله احط لكم الرابط في صندوق الوصف.
وأغمسها بالقليل من الفستق اللي كان عندي على جنب، فستق الأخضر، وأحطها بصحن التقديم. هنا أكرر العملية قدامكم حتى تكون الطريقة واضحة قدامكم أكثر. بهذا الشكل أصدقائي كملنا حشي الوربات، وهذا شكل هنا بصحن التقديم. حطيت اللي محشاية بالقشطة بالأسفل، واللي محشاية بالفستق العبيد بالطبق الأعلى. منظرها كلش شهي، يعني كلش نازقة، كلش حلوة، تباهي بيها قدام ضيوفك، إذا يعني خاصة إحنا برمضان تقدميها بعد الإفطار. كلش كلش حلوة منظرها وشكلها وطعمها، لذيذة جدا. أتمنى أن تكون عجبتكم طريقتي بعمل الوربات. أتمنى منكم لايك حلو من إيدكم الحلوة، والاشتراك في القناة إذا ما مشتركين، والاشتراك في القناة الثانية وتفعيل الجرس. أتمنى لكم إفطارا شهيا وصياما مقبولا، ورمضان كريم عليكم وعلى كل أحبابكم. إلى اللقاء في فيديو جديد.